او نرجع مره تانية لاخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. وموقع في الجول قال ان صرح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان النادي بعت 25,000 دولار لاتحاد الكوره من فتره عشان يستخدموا حكام اجانب لمباراه الفريق اللي هتكون ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي قصاد بيراميدز. وقال مرجان ارسلنا الاموال لاتحاد الكوره قبل مباراه الاهلي وصن داونز الاخيره كي يتمكن الاتحاد من جلب حكام على مستوى تلك المباراه.